السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر العلمي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرسنا اليوم في تعامد مستقيم مع مستوى. طيب، لنرى هذا البند من بنود الاختيار من متعدد. إذا توازى مستويان مختلفان وقطعهما مستوى ثالث، فإن خطي التقاطع متقاطعان أم متخالفان ولا متوازيان ولا متعامدان؟ هنختار إيش في دول يا شباب؟ شوف، مستويين متوازيان بهذا الشكل، مثل هذان المستويان الملونان باللون الأزرق، باي 1 وباي 2. قطعهم مستوى ثالث مثل هذا المستوى الوردي اللي اسمه باي. خطي التقاطع هذول هيكونوا إيش؟ متوازيان. ده دي نظرية يا شباب. متوازيان، متوازيان. إذا توازى مستويان مختلفان وقطعهما مستوى ثالث، فإن خطي التقاطع اللي هي بي، اللي هو AB هذا و CD هذا، يكونان إيه؟ متوازيان. في المكعب ABCD، ABCD، EFGH، BD، BD، و EG، مالهم؟ متوازيان ولا متقاطعان ولا متخالفان ولا يحويان مستوى واحد؟ هذا المستقيم وهذا المستقيم، أيوة، متخالفان، لأنهم ليسوا متقاطعان ولا يمكن أن يحويهما مستوى واحد. طيب، دعنا نفكر ونتناقش في المكعب المقابل هذا. هل AB و BH متعامدين؟ AB و BH متعامدين؟ طبعا، لأنهم في هذا الوجه، وهذا الوجه مربع، لأن الشكل كله مكعب. AB و BH متعامدين، بتلونوا باللون الأحمر هذول، تمام؟ طيب، هل AB و BG متعامدين؟ AB و BG، AB و BG، هل هذول متعامدين؟ طبعا، متعامدين. تاني، شوفهم AB و BG متعامدين. طيب، هل BD و GE، هل BD و GE متعامدين؟ فين هم يا أستاذ؟ هم طبعا متعامدين. هتعرفوا دي بعد شوية أكتر. سم زوجين من المستقيمات المتعامدة. هذان المستقيمان متعامدان وهذان المستقيمان متعامدان، يعني اسمهم إيه يا أستاذ؟ CD و CG متعامدان، و DA و DF مستقيمان متعامدان. طيب، الزاوية بين المستقيمين متخالفين. الزاوية بين المستقيمين المتخالفين هي الزاوية التي يصنعها، هي الزاوية التي يصنعها أحدهما مع أي مستقيم قاطع له وموازن للآخر. هتفهم حالا أكتر، وده زي اللي كانت في إيه، في دعنا نفكر أو نناقش البند قبل الأخير. مثلا نشوف هنا L و M مستقيمان متخالفان في الفضاء، هما فين يا أستاذ؟ أهم، أدي L، شوف هذا L وهذا M، مستقيمان متخالفان في الفضاء. طيب، شوف، نأخذ نقطة، إن أي نقطة على المستقيم L مثلا، لازم على L يا أستاذ، ممكن تاخدها على M، بس إحنا إذا اخترناها على L علشان بس إيه، أي اختيار والسلام، نفهمك بس، اخترنا نقطة N اللي هو التاب الأحمر دي على المستقيم L. من نقطة N هنرسم مستقيم يوازي المستقيم M. هنرسم وليكن مثلا اسمه ام شرطه، شايف المستقيم ام شرطه الاخضر؟ رسمه بحيث يكون بيوازي المستقيم ام. اهي الزاويه بين ام شرطه وال، هي دي الزاويه بين المستقيمين المتخالفين. هي الزاويه بين المستقيمين المتخالفين. اذا ممكن يكون مستقيمين متخالفين متعامدين. الزاويه بينهم 90 درجه. طيب، الزاوية بين المستقيمين L و M هي إحدى الزوايا الناتجة من تقاطع L و M شرطة، تمام؟ الزاوية بين المستقيمين L و M شرطة، الزاوية بين المستقيمين L و M شرطة هي إحدى الزوايا الناتجة من تقاطع L و M شرطة.
ايه ده يا استاذ يعني ايه؟ ما هو في هنا زاوية يا ابني وفي هنا زاوية. زاوية ان هي تساوي الزاوية الحادة، يعني احنا لما بنتكلم هنا بنقصد الزاوية الحادة. ما هو يعني زاوية المستقيمين ال وام شرطة، زي ما قلنا انها احدى الزوايا الناتجة من تقاطع ال وام شرطة، ال وام شرطة. طب مين فيهم الزاوية الحادة؟ هذه او هذه، هم بيساوي بعض. ملاحظة، لا تتأثر الزاوية بتغير موقع النقطة إن. يعني إحنا خدنا إن هنا، لو خدناها هنا ورسمنا مستقيم زي هذا هنا، نفس النتيجة هنوصل لها. تدريب: في المكعب المرسوم أوجد قياس الزاوية بين A البند A والمستقيم AB والمستقيم CG. المستقيم AB والمستقيم CG هم مالهم دنيا مستقيمين متخلفين. مستقيمين متخالفين، او شوف هنعمل ازاي. هذول المستقيمين ايه؟ متخالفين. خدنا نقطة اهي، شايف النقطة البيضاء ده على الرأس بي يا استاذ، اي رسمنا منها مستقيم بيوازي المستقيم سي جي. الزاوية بين المستقيم الاحمر والمستقيم الابيض من المستقيم اي بي الاحمر والمستقيم الابيض بي اتش هي الزاوية بين المستقيمين الحمر اللي هم متخالفين. طب ما هي دي 90 درجة، إذن الزاوية تكون إيه؟ قائمة. تمام؟ أو 90 درجة. B عايزين الزاوية بين AB نفسه، أيوة يا أستاذ، و GE. GE فين GE؟ GE ده. تمام؟ ده مستقيمين متخالفين أيضا. طبعا. تمام؟ أهم المستقيمين دول مطلوب إيجاد الزاوية ما بينهم. طب نعملها إزاي؟ بنفس الطريقة، هناخد نقطة، شفت النقطة البيضاء اللي حطيتها أنا هنا؟ طب إشمعنى خدتها في المكان ده يا أستاذ؟ بتحطها في أي مكان مناسب، إحنا اخترناها في المكان ده بحيث إن من هنا أرسم بالشكل ده، شفت؟ رسمت مستقيم بيوازي المستقيم الأحمر اللي هو على القاعدة اللي تحت. طيب الزاوية بينهم كام؟ خد بالك ده إيه؟ مكعب. وأعطيك إن هذا مكعب، يبقى الزاوية دي كام؟ 45، لأن وجه المكعب هذا مربع، وهذا الأبيض يعني قطر في المربع، يعني في المربع القطر إيه؟ يعني ده محور تناظر، هذا الأبيض محور تناظر، لأن الشكل مربع. طب ما تبقى الزاوية دي 45 دي 45، لأن الزاوية دي كلها 90، تمام؟ إذن الزاوية بين المستقيم الأحمر المستقيم الابيض 45 درجه. اذا الزاويه بين المستقيمين المتخالفين اللي هو اي بي واي جي او جي اي تساوي 45 درجه. طيب سي عايزين مستقيم الزاويه بين مستقيم اي بي وجي اف. اي بي وجي اف، شوف هذا يا استاذ انت خفيتها وما عملتش اي شغل، ما هم بيوازوا بعض، يبقى الزاويه بينهم كام؟ صفر. الزاويه بينهم صفر. دي عايزين الزاويه بين بي اي بي اي وبي جي بي جي بي ها شوف بي اي وبي جي. شوف انا وصلت بس جي اي حتى يتضح الرسم، هتلاحظ ان المثلث بي اي جي متطابق الضلعين. مثلث متطابق الضلعين، مش بس كده. طب يا استاذ ما هو ده كمان قطر في القاعده، ده الاوجه كلها مربعات متطابقه، ده يبقى مثلث متطابق الاضلاع. مش بس متطابق الضلعين، ده متطابق الاضلاع. يبقى الزاويه بي اي جي اللي هي الزاويه بين بي اي وبي جي تساوي ايوه 60 درجه. طيب سي عفوا اي عايزين الزاوية بين بي دي وجي اي. بي دي وجي اي. جي اي. تاني بي دي وجي اي. نوضحهم. شفت المستقيم دول؟ مطلوب الزاوية بينهم. هما المستقيمين دول ايه؟ متخالفين. لأنهم لا يمكن يتقاطعوا أبدا. تمام؟ هذا مستوى ويوازي هذا المستوى. طيب يا استاذ مستويين متوازيين، يبقى الخطين اللي فيهم غير متقاطعين، وواضح انهم غير متوازيين، يعني لا يحويهم مستوى واحد، يعني لو رسمت مستوى بيمر بده هيقطع ده.
هيقطع جي اي، لو السنت المساوي بيمر ب بي دي مثلا هيقطع جي اي. طيب نعمل الزاويه ازاي؟ بنفس الطريقه، بس المره دي يا استاذ انت خدت النقطه هنا او رسمت على طول الخط كده. ايوه انا رسمت هنا الخط الابيض ده بيوازي ده. تلاحظ ان طب ما هو هذا الشكل اي بي سي دي هذا الشكل مربع، يبقى القطرين متعامدين، يعني الزاويه دي 90، اذا زاويه بين بي دي وجي اي او اي جي هذان الخطان الملونان باللون الاحمر قياس الزاويه بينهم 90 درجه. طيب معلومه ان ام هو البعد بين النقطه ان والمستوي باي، ان ام هو البعد بين النقطه ان والمستوي باي، ان ام هذا اللي بتلون بالاصفر ده ايه ده يا استاذ؟ هذا البعد هو البعد العمودي من النقطة أو طول العمود النازل من النقطة على المستوي، يعني تخيل النقطة دي كأنها شيء أنت ماسكه بإيدك تركته كده هينزل بشكل عمودي على الأرض، المستوي اللي هو باي اللي هو الأزرق ده زي الأرض، هو المسافة دي هي دي البعد العمودي أو البعد بين النقطة N والمستوي باي. هذا البعد هو أقصى المسافة بين النقطة N والمستوي باي. هتلاحظ إن NM أصغر من NL، شوف NM وNL ليه؟ لأن المثلث NML قائم، فNL هو وتر، فبالتأكيد NM أصغر من الوتر. لكل اللي تنتمي الباي ده اثبات يعني ان هذا البعد هو الاصغر بعد بين ان والمستوي باي. تعريف: يكون المستقيم ال عموديا على المستوى باي اذا كان ال عموديا على جميع المستقيمات الواقعه في باي، ويرمز لذلك بالرمز ال عمودي على باي. هي دي النقطه اللي احنا عايزينها من الشريحه دي. يبقى المستقيم ال بيكون عمودي على المستوي باي امتى؟ اذا كان ال المستقيم ال المستقيم ال، يعني اعتبر ان ام ده هو مثلا زي المستقيم ال، هيكون عمودي على المستوي باي امتى؟ اذا كان ان ام ده هو اللي هو المستقيم ال عمودي على كل مستقيم واقع في المستوي باي، يعني عمودي على جميع المستقيمات الواقعه في المستوي باي، ويرمز لذلك بالمستقيم ال عمودي على المستوي باي. طيب تعريف: يكون المستقيم ال عموديا على المستوي باي اذا كان ال عموديا على جميع المستقيمات الواقعه في المستوي باي، ويرمز لذلك ب ال عمودي على باي. شوف الرسمه دي كده، ايوه المستقيم ال هو الاحمر ده، شوف عمودي على المستقيم ام وعمودي على المستقيم ان، ده متقاطعين في النقطه ده اهي، ايوه متقاطعين في هذه النقطه تمام، وال متقاطع معاهم في هذه النقطه، يعني لما يكون مستقيم عمودي على مستقيمين متقاطعين بيكون عمودي على المستوي اللي بيحوي هذين المستقيمين. نقول ايضا ان باي عموديا على المستقيم ال، اي ما هو باي عمودي على ال او ال عمودي على المستقيم ال عمودي على باي او باي عمودي على المستقيم ال، ونرمز لذلك بالمستوي باي عمودي على المستقيم ال، والعكس صحيح طبعا. يعني ايه؟ يعني نقدر نقول ان نقدر نذكر ان المستقيم ال عمودي على المستوي باي، لما بنكتب كده فان ال عموديين على كل المستقيمات في المستوي باي. طيب نظرية خمسة: المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين يكون عموديا على مستويهما. يعني ايه يا استاذ؟ شوف مثلا في شبه المكعب ده، شايف المستقيم جي سي والمستقيم جي اتش وجي اف، جي سي عمود على جي اتش لان هذا الوجه اللي هو جي سي دي، جي سي دي اتش هذا الوجه لجهة اليسار مستطيل لان الشكل كله شبه مكعب، والوجه اللي جهتنا اللي هو سي جي اف بي هو كمان مستطيل، يبقى الزاوية دي قائمة وزاوية سي جي اتش هي كمان قائمة. عايز تقول ايه يا استاذ؟ شوف جي اف
تقاطع جي اتش جي اف تقاطع جي اتش بيساوي نقطة جي أكيد. سي جي عمود على جي اف، سي جي عمود على جي اف أيوة ده اللي قلناه، وسي جي عمود على جي اتش وسي جي عمود على جي اتش. نستنتج ايه؟ سي جي مستقيم عمود على مستقيمين متقاطعين في المستوى جي اف اي اتش. نستنتج من هذا ان سي جي عمود على المستوى اي اف جي اتش. E, F, J, H. تاني C, J عمود على مستقيمين متقاطعين في القاعدة اللي تحت دي، يبقى C, J عمود على القاعدة. عارف زي ايه؟ زي حافة الجدار اللي امامك، يعني اللي هي ناتجة من تقاطع جدارين. تخيل ده غرفة، تخيل دي غرفة، دي الأرضية. سي دي اتش جي هذا الوجه اللي على اليسار ده جدار، والوجه اللي جهتنا ده جدار كمان، متقاطعين فين؟ في الحافه دي. طب ما هي دي عموديه على الحافه دي وعموديه على الحافه دي، طب هو ما هو الحافه دي عموديه على الارض. المهم كيف بنستخدم هذه النظريه في اثبات ان مستقيم عمودي على مستوى؟ بنسبة ازاي انه عمودي على المستوى؟ نسبة انه عمودي على مستقيمين متقاطعين في هذا المستوى. خلاص نتيجة 2، جميع المستقيمات العمودية على مستقيم معلوم من نقطة تنتمي إلى هذا المستقيم تكون محتواه في مستوى واحد عموديا على المستقيم المعلوم. يعني يا أستاذ شايف كل المستقيمات دي اللي هي M و N و P و Q كلها متقاطعة في نقطة اي دي، شايفينها؟ والمستقيم ده متقاطع معاهم فيها كلهم، ام وان وبي وكيو عمودين على المستوى على المستقيم، عفوا عمودين على المستقيم ال. كل مستقيم من دول عمود على المستقيم ال. نستنتج ايه؟ المستوى اللي بيحمي اللي بيحوي الذي يحوي هذه المستقيمات عموديا على المستقيم ال. مثال صفحة 131 بشرحه لكم إن شاء الله بالشكل المقابل لمثلث ABC قائم في زاوية B. فين هو المثلث ABC قائم في زاوية B؟ و AD المستقيم AD عمودي على المستوى ABC، المستقيم AD هذا عمودي على المستوى ABC. اثبت أن المثلث B عفوا DBC قائم في زاوية B. اثبت المثلث D بي سي اللون ورد ده عايزك تثبت انه قائم في زاوية بي، يعني عايز يثبت ان زاوية دي بي سي قائمة او ان سي بي عمود على دي بي او دي بي عمود على سي بي، عايز يثبت ان الزاوية دي قائمة يا شباب. الحل المعطيات زي ما اتفقنا من المسألة نفسها، مش هنا مذكور ان المثلث اي بي سي قائم في زاويه بي، كتبناها اي بي سي المثلث اي بي سي قائم في زاويه بي. طيب واي دي عمودي على المستوى اي بي سي كتبناها اهي. طيب والمطلوب اثبت ان، يبقى هنكتب ايه؟ اثبات ان، اثبات ان المثلث دي بي سي قائم في زاويه بي، دي بي سي قائم في زاويه بي. طب والبرهان؟ يلا اي دي عمودي على المستوى اي بي سي، اي دي عمودي على المستوى اي بي سي، نستنتج ايه؟ بعمودي على كل مستقيم واقع في المستوى، يعني عمودي على هذا المستقيم وعمودي على هذا المستقيم وعمودي على هذا المستقيم. بس احنا لافت نظرنا ان هذا المستقيم عمودي على مين؟ عمودي على اي بي، ده معطى. يبقى نستغل المعلومه دي نقول اذا اي دي عمودي على بي سي، تمام ده معطى اهوت، اذا اي دي عمودي على بي سي، ونسمي دي رقم واحد. اي دي عمودي على ايه؟ بي سي. ده من التعريف. بما ان المثلث ABC قائم في زاويه B، مثلث ABC قائم في زاويه B، اذا النقطه اللي انا قلتها لكم قبل شويه BC عمود على، اذا BC عمود على ايه؟ AB، ونسمي دي رقم 2. طيب المستقيمين AD و AB متقاطعان، مستقيمين AD و AB متقاطعان، إذا يعينان مستوى ABD، إذا يعينان مستوى ABD اللي هو جهة اليسار ده شوية، اللي هو A شايف المستوى ده ABD،
يعنى المستوى هذا، تمام؟ طيب وسمينا الرقم 3، يبقى عندنا 1 2 3. 1 ايه؟ ايه هو في 1؟ ايه دي عمودي على بي سي، يعني بي سي عمودي على اي دي، ادي واحدة. طب وفي رقم 2 بي سي نفسه عمودي على اي بي. طب ورقم 3 ان اي دي واي بي متقاطعان في معينين مستوى، المهم متقاطعان وفي مستوي، يبقى سي بي او بي سي هذا عمودي على المستوى بتاعهم. ليه؟ لان سي بي عمودي على المستوى على المستقيمين المتقاطعين اللي لونهم ازرق. يبقى هنذكر كده من 1 و2 و3، اذا بي سي عمودي على المستوي اي بي دي. اي بي دي طيب، ولما يكون كده طيب، لكن بي دي، لكن بي دي هذا محتوى في المستوى اي بي دي، اكيد بي دي محتوى في المستوى اي بي دي هذا المستوى، تمام؟ اذا بي سي عمودي على بي دي، بي سي عمودي على بي دي لانه عمود على المستوى تبعهم، بي سي عمود على مستوى اي بي دي، يبقى بي سي عمود على بي دي، تمام؟ اذا المثلث بي سي دي قائم في زاويه بي وهو المطلوب. طيب حاول ان تحل صفحه 132، شوف معايا كده. في شبه المكعب المقابل اثبت ان المثلث بي اي اتش، بي اي اتش، بي اي اتش قائم في زاويه اي. بي اي اتش قادرين تتخيلوا يا شباب؟ اثبت ان المثلث بي اي اتش قائم في زاويه اي، يعني زاويه اي هذه في المثلث زاويه اي قائمه، اللي هي زاويه ايه؟ الزاويه اتش اي دي بي، اتش اي بي او بي اي اتش، عايز اثبت ان زاويه بي اي اتش قائمه. شوف انا رسمته لك اهو، رسمت لك المستوى او رسمت لك المثلث اللي هو بي اي اتش، عايز يثبت ان زاويه اي هذه، شايف المثلث الاصفر، عايز يثبت ان زاويه اي قائمه. طيب الحل، البرهان ممكن تكتب البرهان على طول بهذه الطريقه او بهذا الشكل، اي اف تقاطع اي اي فين؟ اي اف تقاطع اي اي يساوي طبعا نقطه اي، يعني عايز اقول ان اي اف واي اي متقاطعان في نقطه اي، تمام؟ وي اتش عمود على اي اف، اي اتش عمود على اي اف، وكمان اي اتش عمود على اي اي، عايز استعمل النظريه ان اي اتش هذا عمود على مستقيمين في هذا المستوى اهو. نكمل نكمل، اتش اي عمود على اي اي، اتش اي برضو عمود على اي اي، تاني اتش اي عمود على اي اف، اتش اي عمود على اي اف طبعا لان الوجه الاعلى اللي في الاعلى هذا مستطيل، واتش اي كمان عمود على اي اي، شايف اتش اي كمان عمود على اي تاني، اتش اي عمود على اي اف واتش اي عمود على اي اي، واتفقنا ان اي اف واي اي متقاطعان في نقطه اي، يعني اي اتش عمود على المستقيمين المتقاطعين هذول. اذا اي اتش او اتش اي هو نفسه اي اتش و اتش اي، المستقيم اتش اي عمود على المستوى اي اف بي اي، اي اف بي اي اللي هو الوجه اللي جهتنا، الوجه اللي جهتنا. طيب نستفيد ايه؟ يبقى اي اتش او اتش اي عمود على كل مستقيم واقع في هذا المستوى، يعني عمود على المستقيم اي بي. طبعا دي من نظريه خمسه، يبقى اتش اي عمود على المستقيم اي بي، يبقى المستقيم اتش اي عمود على المستقيم اي بي، المستقيم اتش اي عمود على المستقيم اي بي. طيب ما هو كده، يبقى المثلث بي اي اتش، بي اي اتش قائم في زاويه اي وهو المطلوب. شكرا يا شباب، والى اللقاء في دروس اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.